الإمام الشافعي ده كان عنده حكمة كبيرة، اقرأ أشعار الإمام الشافعي تعرف إنه كان حكيم وليس فقيها فقط، فقيه حكيم. عشان كده عدوه من الأبدال الإمام الشافعي، وهو نوع من الأولياء يعني، ولكن أنا لا أرى أنه من الأبدال، لأن البدل لا ينجب، الأولياء الأبدال ما تنجبش، الإمام الشافعي أنجب. يبقى هو من كبار الأولياء لكنه مش من الأبدال، ممكن يبقى من النجباء، لأن خصوصا النجباء يسكنون مصر، من وهو نوع من الأولياء اسمهم النجباء، الأبدال يسكنوا الشام، والإمام الشافعي سكن مصر. أنواع من الأولياء، طبقات من الأولياء، أقطاب، نقباء، أنجاب، أبدال، أنواع من واخد بالك من الأولياء، درجات يعني. فأنا أعتقد أن الإمام الشافعي من النجباء لأنه سكن مصر، والنجباء أعلى من الأبدال، والنجباء ممكن يتزوج وينجب، لكن البدل الأبدال غالبهم لا يتزوجوا، ولو تزوجوا لا ينجبوا، نوع من الأولياء، وأغلب سكنهم في الشام، والأبدال ما يزيدوش عن 300 في الغالب، أو 313 عدد أهل بدر. كل الكلام ده تقول لي جبت دليله منين؟ من أهل الكشف يا سيدي. عجبك عجبك، ما عجبكش ما يجراش حاجة، براحتك. ما يجراش حاجة يعني، مش ما فيهاش حديث يعني. فاهم؟ والأقطاب أربعة. وقطب الغوث أعلى من الأقطاب الأربعة، اللي هو رئيس الأربعة بقى. قطب الغوث ده اللي هو على قلب النبي، اللي هو الوارث المحمدي، في كل زمان في وارث محمدي. أما يموت القطب الواحد من الأربعة، الأقطاب الأربعة على قلوب الخلفاء الأربعة، واحد على قلب أبي بكر، واحد على قلب عمر، واحد على قلب عثمان، واحد على قلب سيدنا علي. دي نوع من الايه الاقطاب، لان روحانية هؤلاء ما زالت تمد الاكوان من خلال هذه الروحانية، فيستمد منها الاقطاب الاربعة. فهم الاربعة الخلفاء، هم الاربعة الاقطاب في عصر النبي. طب مين قطب الغوث؟ هو النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ورث هذه القطبية لابي بكر، فصار ابو بكر انتقل الى الغوثية بعد وفاة النبي مباشرة. فهمت بقى؟ وارتقى سيدنا الحسن مكان أبيه علي، كله اتنقل درجة، وهكذا. ثم بعد ذلك، بعد قتل سيدنا الحسن، صارت القطبية مخفية في الأمة. كانت الأول القطبية هي ظاهرة في القيادة، لكن بعد كده صارت مخفية في الأمة، فمحدش يعرف مين. واضح؟ بعد الأقطاب الأربعة في النقباء، دول عبارة عن 12 من الأولياء، 12 نقيبا. فهمت درجات الأولياء ولا نضيع وقتنا؟ خلينا احنا في الحاجات دي، ولا تحبوا انتوا الحاجات اللي هي الأساطير الأولين؟ لكن هي مش أساطير، دي حقائق. رب الرسول بيقول لولا شيوخ ركع وأطفال رضع لكتب عليكم العذاب الصبر. الشيوخ الركع اللي هم الأولياء، لولا وجود الأولياء في الأمة لنزل العذاب. فهمت؟ والأولياء بقى درجات زي ما قلت لك. في بقى عوام الأولياء، واخد بالك ازاي؟ دول بيبقى ناس صالحين لكن ملوش درجة معينة، زي ما تقول ايه انت مثلا ايه مواطن مصري، احنا كلنا مصريين، بس ده وزير، وده محافظ، وده رئيس، وده مواطن عادي عواطلي ما عندوش شغلة، ملوش وظيفة، بس مصري. في أولياء كده. فهمت ازاي؟ وظيفته طاعة ربنا وخلاص، هو نفسه ما يعرفش انه ولي. فهمت بقى ازاي؟ في أنواع كده. عدد الأولياء 124,000. فهمت؟ منهم 313 بدل، و12 نقيب، واحد غوث، وأربعة أقطاب، ونجباء حوالي 70. فهمت حاجة؟ في كل زمان، لأن بعدد الأنبياء كل نبي مات له وارث روحاني على قلب هذا النبي، يبقى ولي. فهمت بقى يا سيدي؟ وعدد الأنبياء كام؟ 124,000. حديث مسلم أحمد بن حنبل، حديث أبي ذر،
فهمت؟ هم عدد الصحابة اللي كانوا مع النبي في حجة الوداع. يبقى كل صحابي كان على قلب نبي. فهمت بقى يا سيدي؟ ومتفرقين في الأمة، موجودين في كل حتة، في كل بلد تلاقي منهم أولياء. في كل بلد، ولولا وجود الأولياء في أقطار الأرض لقامت القيامة، لعلمك يعني. لأن هم دول الذاكرين اللي ربنا ينظر إلى قلوبهم فيرزق بهم العباد. فهمت بقى إزاي؟ وكل ما يموت واحد يترقى واحد. اللي على قلب إبراهيم. اللي على قلب إبراهيم بكري. واللي على قلب موسى عمري. سيدنا موسى كان قوي. سيدنا عمر كده. واللي على قلب عثمان عيساوي. سيدنا عثمان حنين حليم خجول حيي. هي ده سيدنا عيسى. فهمت بقى يا سيدي؟ طب واللي على قلب سيدنا علي نوحي، فيه قوة وعطف الاثنين، ما يشتهرش بحاجة معينة، الكل فيه موزون. أقضاكم علي، النبي يقول كده، لأن القاضي موزون ما يملش الحاجة. فهمت ازاي؟ موزون. العدالة تقتضي انه يبقى فير. فير يعني ايه؟ نيوترال. فهمت بقى ازاي؟ حاجات لن تجدها، المعلومات دي لن تجدها يعني، لكن مش مهم. تتعرف على الأولياء ازاي؟ اقول انك تقول كل أمة النبي أولياء لنا. اول تعرفهم على طول، اول ما تستشعر هذا المعنى هتعرفهم على طول. انما اول ما تشعر انك انت ليك حاجة وبتزكي نفسك من جوه نفسك وانك انت حاجة، مش هتشوف حاجة، لان حجابك نفسك. حجابك نفسك، اول ما تخلص من نفسك تشوف الاولياء. فهمت بقى يا سيدي؟ خلينا بقى هنا بقى، احنا ايه اللي دخلنا في الحكاية دي؟ دخلنا كده في حتة ملهاش معنى. خلينا بس. ايوه. كانوا أقطاب، أقطاب زمنهم. كانوا أقطاب زمنهم. كانوا أقطاب زمنهم. ولا نفاضل بينهم لأنهم كانوا معاصرين. لكنهم كانوا أقطاب. واحد فيهم غوثي والتاني قطب والتاني بكري والتاني عمري وهكذا. الإبراهيمي اللي على قلب إبراهيم اللي هو البكري، أول ما يموت المحمدي يترقى يبقى هو المحمدي. فهمت إزاي؟ على طول ترقية في لحظة. ربنا القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، في لحظة يبقى كده. عشان لا يخلو وارث محمدي في اي زمان، ولا يخلو وارث ابراهيمي في اي زمان، ولا وارث موسوي في اي زمان، ولا وارث هودي ولا صالحي ولا عيساوي ولا ذي الكفل ولا يوسف وهكذا. فهمتني ازاي؟ جميع الانبياء، لان النبوة وراثة، واخد بالك؟ يرثني ويرث من آل يعقوب، مش كده برضو؟ ذرية بعضها من بعض، قايل كده ربنا. طب ما فيش نبوة، ختمت بالنبي، فصارت الايه؟ المقامات، فرسلت تورث مقاما لا وحيا. فهمت ازاي؟ بقت الوراثة بعد كده مقامية لا وحيا، وراثة قلبية. فهمت بقى يا سيدي؟ ليه؟ لأن ختم به الأنبياء صلى الله عليه وسلم.